السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا جماعة، اخباركم ايه؟ جبت يا جماعة ان شاء الله الدواء، جبت فيتامين ألف دال، وجبت الكالسيوم والأملاح المعدنية للسمان بتاعنا. تعالوا كده نشوفه. ده يا جماعة فيتامين ألف دال 3 ايه، زي ما انتوا شايفين كده التركيب بتاعه، لكل لتر يحتوي على فيتامين ألف 1,000,000 وحدة دولية، وفيتامين دال سري 4,000,000 وحدة دولية، والفيتامين ه 5,000 ملي جرام. العبوة 250 ملي. تعالوا كده نقرأ الخصائص بتاعته مع بعض. دواعي الاستعمال في حالات الإجهاد لرفع مقاومة الطائر والحيوان، ويستخدم المحلول أثناء وبعد العلاج من الكوكسيديا والأمراض الفيروسية والبكتيرية والطفيلية، وكذلك بعد التحصينات ونقل القطيع وحالات الكساح والتشوهات العظام، وانخفاض إنتاج البيض وضعف القشرة وانخفاض نسبة الفأس. وله دورا هاما في علاج فقدان الشهية وانخفاض معدل النمو وخشونة الأغشية المخاطية في الفم والمريء وقرنية العين، والتي تنتج عن نقص فيتامين ألف. الجرعة 1 ملي لتر على لتر مية لمدة من 5 لـ7 أيام. يجب استخدام الماء المعالج خلال 24 ساعة من تحضيره. يعني لو هتحط على المية العلاج خلال يوم يستعمل، بعد كده تكبه وترميه، ولو عايز تعمل جديد خلاص. ودي الأملاح المعدنية والكالسيوم، دي عبارة عن بودرة يا جماعة، بنحط معلقة أكل كبيرة على كيلو العلف وتلخبطه، وتحط منه بقى سواء للبط أو للفراخ أو للسمان. دي كالسيوم وأملاح معدنية، عبارة عن بودرة كده. الكيس من ده يا جماعة من الصيدلية البيطرية بـ5 جنيه، يعني العلبتين دول، الكيس والعلبة دول بـ10 جنيه، يعني حاجة رخيصة ما هيش غالية يعني ما شاء الله. والإيموجرام برضو كان بـ5 جنيه برضو الكيس. طبعا أنا ساعة ما جبت على طول نزلت للسمان بتاعي بيهم على طول، لخبطت على العلف وحطيت في المية الدواء ده. دواء سائل يا جماعة، شوربة بتحط على المية. خلاص كده. طبعا زي ما انتم شايفين كده، ده السمان الصغير بتاعي، ودي الامهات. طبعا زي ما انا قلت لكم قبل كده، لسه بيسقطوا بيض واقفين على جنب، بيقفوا يتكلموا مع اخواتهم اللي في الجنب التاني، بيقعدوا يسيروا كده مع بعض. وخلاص كده يا جماعه، بس انا حبيت اقول لكم على العلاجات اللي جبتها للسمان، علشان برضو تحسين صحتهم العامة وقشرة البيض اللي بسقط ده. وان شاء الله اي جديد هقول لكم عليه، ويا رب تكون الحلقة عجبتكم ونالت رضاكم. متنسوناش وفاء دعائكم الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.